بسم الله الرحمن الرحيم فخامة السيد ولاف شولتس المستشار الفيدرالي لجمهورية ألمانيا الاتحادية السيدات والسادة اسمحوا لي في البداية أن أعرب عن بالغ الأسى والألم وأتقدم بخالص التعازي في ضحايا القصف الوحشي للمستشفى الأهلي المعمداني وأؤكد إدانة مصر لكافه الاعمال العسكريه التي تستهدف المدنيين بالمخالفه والانتهاك الصريح لكافه القوانين الدوليه واشدد على رفض جميع الممارسات المتعمده ضد المدنيين واطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها